مساء الخير. اليوم افتتاح الصالون الادبي بدار الثقافه ابن رشيق، هذا الموسم الثاني بعد سنه كامله من النشاط. انطلقت السنه الفارطه في نوفمبر 2019 وتواصلت الى هذا اليوم. موسم جديد ان شاء الله، بديناه بلقاء مجموعه من الشاعرات والشعراء من تونس، من ليبيا، من المغرب، كذلك استضافه للفنانين عمر ابراهيم ونجم بن يوسف في يعني مشاركه موسيقيه فنيه. هذا كان الافتتاح. ان شاء الله هناك برمجه متكامله خلال هذا الموسم الثقافي. هناك موعد كل 3 أشهر مع شعراء من الجهات، كذلك هناك تقديمات الحقيقه لمجموعه من الكتب، واستضافة أيضا لمجموعة من المبدعين في الشعر، في القصة، في الرواية، باش نفتحوا أكثر أيضا على الفنون، على المسرح، على السينما، على الموسيقى. نحاولوا أنه نربط هذه العلاقة بين الأدب والفنون الأخرى، وإن شاء الله نوفق في هذا الموسم الثقافي الجديد. النصب اليومي هو للشاعر المسرحي طه غريب بعنوان ريثيني. Yeah.
في ظلام الليل موحش وطويل وحدي غريب ماليش أنيسة محتاج لك لا تعب ينزاح ولا يوم نرتاح إلا بتكون انت الجاليس تفكري ضاع فكرتك وجاع قلبي محروق نار الشموع ما صبت الحروق يو بعدك موت عالقي تصور لما بالكينونة غمرتني بالصراع الأبدي وسبتني لأبقى بالحب العصي رمتني لأعشق وأحيا أنا الشيء النابض في لجج القرار السائل الساكن أنا الشيء لما سبح لما زحف نط حلق أنا الشيء حينما حبى إلى النهر ثم إلى الكهف حينما توغل فوق الطين وعلى الصخر حينما قنص قطف حتى شح درع الأرض حينما اعتلى كتف الغابة ورأى ماذا رأى ماذا رأى يا ترى حينما اعتلى كتف الغابة ورأى حينما كشف سوءة الشجرة وألقى بكله على الأرض الصردة حينما سحق البشر والدود وانتصب على القدم حينما قد الحجر وبات يرهب وقع خطاه النملة والفيلة الأسد النمر وذئاب الكون الجائع ماذا رأى يا ترى حينما وطأ أديمها البكر وقاس سعة الأفق امتداد السماء زلال الماء حينما مال وجال وتورم في عينيه السؤال ماذا رأى يا ترى مولاي متى نصل مولاي متى نصل مولاي متى نصل تعبت عيناي من التحديث وتعبت من السير تعبت من التجديف تعبت من التحليق لا شيء أرى إلا أنا في هذا الضيق والله بليك انت قريب بالمغربي قد اقرا بالدارجه التونسيه شاهي حطوني في برويته شاهي حطوني في برويته ويبيعوني للنساء بليكش تتعدى انت تشريني حتى بمياه تعمل دموعي بلوطه وشركه تهبل كل امراه وبدمي تحمر لحويته وتحني وتسمع الغناء وتربط أعصابي وتربط أعصابي بربيتة تخرج في حمرة حمراء تاخذ جدي الخياطة وتلبسني والحال شتاء والله ندفيها الياقوتة ونرضى تنفخني بالماء ونرضى تعلقني في شريتة وتعرضني للهواء ونرضى تحددني يا ريتة تكويني ما نقولش لا
أما تظلمني يا ريتا كانت تسلفني لمرأة شاهي تزرعني كالنبتة تسقيني دمعة وفاء باش نولي كالشعباطة نطلع للسماء كي يغضب ربي يا ريتا قلو لا ريتا لا ضحكت ريتا دوالي الموتة ودايا مالي وش دواء شاهي نتخبى في ريتا وشاهي ننوح كي لمرأة وشاهي نعمل عيتا وزيتا ونشتح حتى نشتح حتى نولي هوا وابن المصلى في رائحة برجوازية المقيدة بين كراتين الفوضى في قلب شارع حي وسط المقاهي الشعبية بين أوراق اللعب في وجه المجيرة والري في فنجان إكسبريسو في دوائر دخانك المحلي في لغة أجساد النساء المنفلتة من أزواجهن الباردين بين محطات المترو والبركاجات وضجيج الباحثين عن الأبلاب والملفوف أبتلع الكلام أقفل فاهي عن انسياحات المساء النيئة كي لا أطبخها في طنجرة مخرومة أحاول ردمي وسط سرير أقفل قميص النوم الأسود أكومني وسط جوربي ألفني حولي فأخنقني ولا يغتنق الأرق كلما ألغيت أنسي خرج علي من المنفغات تحت رماد طفلان قديمان يلعبان الغميضة جنب نخوت ميتة يختبئان في قوارير الماجون معتقة يمضيان مسافة قلبين وقنينة مرناك رخيصة والماجون معلقة بين النخوت وبين شفتيها تغريهما للصفوة للانزلاق على جليد الرغبة يصبان الخمر على أقدام العاملين والحكام يسخران أساسا يسرقان القبل على غفلة منهم وبشعوب القحط الراقدة مصدعون بالحليب وثياب الماركة وأحذية الذالة يفكران في تسلق الليل ليزدحما دون رقيب واحد اثنان خمسة ثمانية عشر لا أحد وجد الآخر كلاهما كان سكرانا خرج من عنق الزجاجة مرتدا يفرق الليل وحده فيخرج الجني مذموما لا يعرف دينا أجمعني خلف نظارة طبية أكتب ثرثرتي أسميها قصيدة تافهة كل قصائدي بعيدة مثلي مثل كل الذين قالوا أواه آخر الليل ثم ردموا أرواحهم في قوارير الماكون